طبعا بالنسبة للعلاقات الأمريكية التركية تمر بمحنة كبيرة منذ وصول إدارة بايدن إلى السلطة في عام 2021، وكان من أولى قراراتها الاعتراف بمذبحة الأرمن. ولكن خلال الفترة الأخيرة وجدنا نوع من التحسن البطيء في العلاقات الأمريكية التركية، خاصة في ملف الشرق المتوسط عقب اعتراض الولايات المتحدة على خطط اليونان وقبرص في شرق المتوسط دون إذناك تركيا. وحاليا تركيا تريد التقرب والتودد لإدارة بايدن عبر عدة أمور، منها التقرب لإسرائيل، ويعني عمل نوع من اللوبيات التركية التي تلامع وجه النظام التركي وإدارة بايدن، خاصة الذي أصر أردوغان في أكثر من مرة على لقاء الرئيس بايدن رغم لم يكن هذا مخططا على أجندة الرئيس بايدن. ولكن بشكل عام بالنسبة لصفقة F-16 مرتبطة بملف حقوق الإنسان كما ذكر تقريركم، وملف شرق المتوسط، وأيضا أزمة طائرات F-35 التي لم تنتهي بعد، ولم يتم إعادة الأموال التركية التي صرفتها على هذا البرنامج طوال السنوات الماضية. فكل هذا يتطلب يعني عدد مدة أطول من النقاشات والحوارات التركية الأمريكية لحلحلة هذا الملف. لكن في هذا الملف يبدو أن موقف الإدارة الأمريكية تجاه النظام التركي غير واضح. بالتأكيد ما زال غير واضحا، ما زال يطبخ قرارا أمريكيا بخصوص طبيعة العلاقة مع تركيا في ظل تعدد الملفات وتداخلها، سواء الضغط على ملف حقوق الإنسان شرق المتوسط، الأكراد في سوريا، يعني أمور عدة كثيرة على مائدة المفاوض الأمريكي التركي لكي يحقق أردوغان ويقتنص انتصارات في العلاقات الأمريكية التركية. ولكن لا، أنا غير متفائل بمثل هذا الأمر، لأن الوقت يمر كثيرا، وأن أجندة بايدن مزدحمة بملفات عدة، على رأسها ملف أوكرانيا روسيا، على رأسها ملف إيران فيينا، وأجندة أردوغان مزدحمة داخليا بالانتخابات وقربها في عام 2023، وتصاعد نفوذ المعارضة داخليا والضغوط على إدارته خاصة في الملف الاقتصادي. هل ينجح الكونغرس في منع هكذا صفقات مع النظام التركي؟ من المتوقع أن يكون هناك تعثر كبير في حدوث مثل هذه الصفقة، وربطها بصفقة F-35، وربطها بقانون ماجنيسكي وشراء أسلحة من حلفاء غير الولايات المتحدة كما حدث في F-5 في S-400 دفاع جوي روسي، والذي سبب أزمة كبيرة وشرخا في العلاقات الأمريكية التركية، وعجزا تركيا في تحقيق نوع من التآلف بين مؤسسات الدولة الأمريكية، سواء الخارجية الأمريكية والبنتاغون والكونغرس والبيت الأبيض. وهذا الشرخ يبدو أنه سيستمر حتى طوال إدارة بايدن، التي تعتبر غير متفرغة للملف التركي فقط، بل هناك ملفات متعددة تشغلها كما ذكرت لحضرتك. شكرا جزيلا محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة من القاهرة. شكرا جزيلا.